ينضم معنا من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بكم. كيف تقرأ القرار الهندي القاضي بإلغاء المادة 370 التي تمنح سكان جامو وكشمير الحكم الذاتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المضايقات الهندية ضد شعب الكشمير لم تكن هذه المرة الأولى، وإنما هي مستمرة منذ عقود طويلة، منذ أن انقسمت الهند أو شبه القارة الهندية وانفصلت باكستان عنها، وقد جعل المستعمر البريطاني في حينها جعل هذه المنطقة منطقة أو بؤرة للنزاع وإثارة المشاكل المستمرة بين في المنطقة. ولكن في المدة الأخيرة شهدت هذه المنطقة نوع من الاستقرار النسبي قياسا إلى ما سبقه، ولكن نجد اليوم الاستفزاز يعود مرة ثانية وبصعيدة وبوتيرة أعلى وأقوى من السابق، وهذا يأتي في سياق مظالم أيضا عديدة تأتي ضد المسلمين في العديد من البلدان، وفي ظل صمت دولي ضد هذه المظالم التي تقع ضد الشعوب المسلمة أو ما يسمى الأقليات المسلمة في تلك البلاد كما جرى في تركستان الشرقية وغيرها. نعم، ذكرت أن هناك صمتا دوليا، إلى أي مدى يستهدف المسلمون إذن في كشمير؟ ليس فقط في كشمير وإنما في غيرها، وكأنه القضية قضية يعني عالمية. هنا المجتمع الدولي في مؤامرة كبرى من قبله ضد المسلمين، ونرى أو نعتقد أن هذه الخطوة التي اتخذتها اليوم الهند ضد أهل كشمير لم تأتي من فراغ، وإنما لا بد أنها قد حصلت ولو من طرف خفي على ضوء أخضر من قبل المجتمع الدولي الذي نراه قد صمت أيضا على مظالم أخرى في أماكن أخرى كما جرى في ميام نار. بالتأكيد دكتور عبد الحميد، المجتمع الدولي أيضا يشمل الدول الإسلامية والدول العربية، ليس كذلك؟ يعني نمو باكستان لتصبح قوة نووية واقتصادية، ألا يعني يدفع ذلك الدول العربية أو الدول الإسلامية للوقوف معها؟ هذا هو ما كان سابقا، يعني كان حينما كانت الدول العربية والإسلامية يدا واحدة ويمكن التنسيق فيما بينها كان يحسب لها حساب، ولذا نعتقد أن هذه الخطوة قد جاءت في ظل فراغ من قبل هذا المجتمع الإسلامي على الأقل، أو وحينما انشغلت بعض الدول الإسلامية بمشاكلها أو هي تشاغلت بمشاغلها الداخلية وتركت هذه الأمور أو أمور العالم الإسلامي تركتها على جنب، فإننا نعتقد أنهم كأنهم جعلوا هذه الدول تتفرد بالأقليات المسلمة في تلك البلاد. مع هذه الخطط الهندية لتغيير التركيبة الديموغرافية في كشمير، إلى أي مدى ستنجح في ذلك؟ يعتمد على أولا على قوة وصلابة المجتمع الكشميري هنالك، وعلى أيضا ما سيتم اتخاذه من إجراءات من قبل دول المنطقة، لأنه لا ننسى أن باكستان لها دور كبير في دعم المجتمع الكشميري، وهنالك تداخل كبير بين العوائل في الجانبين، الجانب الهندي والجانب الباكستاني، وربما يعني نأمل أنه يتم التهدئة على الأقل ويكون هنالك ضغط ضد الهند للتراجع عن مثل هذه القرارات الظالمة ضد الشعب الكشميري. إلى أي مدى ترى أننا بحاجة ربما يعني كمسلمين يعني لاستراتيجية لمواجهة هذا الخطاب والممارسات أو ممارسات الكراهية ضد المسلمين سواء في الإعلام أو في بغير الإعلام؟ يعني هناك أمور كثيرة جدا لا بد منها للتصدي لمثل هذه الأمور، لكنها تأتي بالدرجة الأولى هو أنه يكون الجميع يدا واحدة للتصدي لمثل هذه المؤامرات. أما ترك الأمور أو ترك الأمور جزئيا والانشغال كل منطقة بمشاكلها المحلية أو تشاغل البعض عن البعض الآخر، فهذا كله أدى إلى مثل هذه أو هذا الضعف الذي قوى الجانب الآخر أو أعداءنا ضدنا وجعلنا لقمة سائغة لهم. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد العهني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، كنت معنا من اسطنبول.